معانا عم علواني من حالات شلل الرعايش، كان جاي لنا ظهره ستوبنج بوزيشن موطي ورجليه بتزحف في الارض، المشيه كانت تقيله جدا، وكان جاي لنا كمان الريجيديتي التيبس اللي في العضلات مانع الحركه في الركبه الشمال بتاعته، ما كانش فيها حركه خالص. وكانوا مستندين وهو داخل، انا هوريكم ما شاء الله دلوقتي ده مبدئيا وقفته، التوطيه اللي كان موطيها دي راحت، المنظر ده خلاص راح، دي الوقفه بتاعته، وهنبدا نلف مع بعض. كان عنده مشكله ان هو يلف ما كانش لما يقف ما كانش بيعرف يمشي زي ما قلنا، لسه بقول لهم يلا هنمشي. بصوا بقى، هو كان عنده مشكلة تانية مش هشرحها لكم دلوقتي واحنا ماشيين مع بعض، ان هو لما كان بيمشي نيجي نديله اوردر ان هو يقف ما يقدرش يقف. فهنشوف دلوقتي الاوردر ان هو يقف. احنا بقى طبعا رجلينا بقت بترفع من على الارض احسن. انا عايزه اقول لكم انت لسه في الاسبوع الاولاني من الجلسات، احنا المفروض 3 اسابيع. يلا امشي. هو لما كان يقف ما يقدرش يمشي تاني، اقف. بصوا الكنترول يا جماعه اللي احنا وصلنا له ده، غير طبعا الكوتشر اللي اتفرد، غير رقبته النهارده احنا عملنا له حقنه عيني على العضله في الفيديو كانت متيبسه، كانت رقبته متيبسه جدا المره اللي فاتت، عملنا رقبته كده لا الحمد لله فردت دلوقتي خالص بعد الحقن العيوني بجهاز التعيين الامريكي علشان التيبسات. يلا نمشي تاني مع بعض الويندا. نقف. في تحكم يا جماعه ما كانش موجود خالص في الحركه. نرجع. لف. بص اللفه كانت صعبه عليه. عشان كده بخليه يعمل كل الحاجات اللي ما كانش بيقدر يعملها. ارفع رجلك وانت ماشي، ارفع رجلك وانت ماشي من على الارض. شايفين يا جماعه ما شاء الله؟ شايفين؟ تعالى بقى اقف كده. دي علاج حاله من حالات شلل الرعاش الباركنسونز ديزيز، ما شاء الله هو بياخد الادويه بتاعته، وكان عنده خلاص البوستشر ان هو موطي، ان هو ما يقدرش، ما فيش تحكم في الحركه، بيزحف في الارض، الكلام كان صعب جدا. فاقول لك ايه؟ ما تقول لي انت ابنك اسمه ايه؟ انا عندي 6 اولاد. عندك 6 اولاد؟ أربع صبيان وبنتين. هو كان عنده يا جماعه مونوتونس سبيتش، اللي هو التون الكلام مش طالع وتبقى مش مفسره، ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكلام احسن كتير. دي حاله باركنسون معانا جلسات من 6 ل 8 ساعات، ولسه مكملين لحد 3 اسابيع كمان. احنا لسه في الاسبوع الاولاني، وصلنا للنتيجه دي، البوزيشن بتاعه الفرد بيتحسن، بيقدر يتحكم في الحركه، لما يحب يمشي بيمشي. كان بيقول انا لو وقفت ما اعرفش امشي، ولو ما اعرفش الف، ولو حد حصل حاجه كان بيحصل له فريزنج يتجمد وما يقدرش، حد حاجه لازم توقفه ما اعرفش يقف. كل ده حصل له كنترول واحنا لسه في الاسبوع الاولاني. برافو عليك. مبسوطه منك. وانا كمان. المره اللي فاتت هو اللي كان بيصورني يا جماعه، مش انا اللي بصور. اول عيان هو اللي بيصورني. مبسوط؟ مبسوط الحمد لله. الحمد لله.